فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للزوج أن ينظر في أجهزة زوجته كجهاز الجوال وجهاز الكمبيوتر لمراقبة ما تنظر إليه ومن تراسل؟ لا شك في هذا، هذا واجب عليه، لأنه قيم عليها فيراقبها، إن حصل يمنعها من هذه الأمور ولا تستعملها براءة لها هذا أطيب، ما إذا أنه ما يستطيع يمنعها منها فلا، على أقل أنه يراقبها ويتفقدها. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضل السحر عن المسحور. لا شك أن السحر أنه إصابة ومرض يحتاج إلى علاج، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، فبماذا نعالج المسحور؟ بماذا نعالج المسحور؟ نعالجه بالرقية. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا عولج؟ عولج بالرقية، رقاه جبريل بسورة قل أعوذ برب الفلق، رقاه جبريل بالسورة في القرآن، فيرقى الساحر بالقرآن والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، هذا لا بأس به، حل السحر عن المسحور بما شرع الله جل وعلا، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، والسحر نوع من الأمراض فلا بد له شفاء، شفاءه القرآن. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول إذا أصابت فلانا مصيبة يستاهل؟ نعم، يقول: ما حكم يعني هو اللي يحكم على الناس أنهم يستاهلون أو ما يستاهلون؟ هذا يجب عليه أنه يتوب إلى الله ولا يتكلم مثل الكلام هذا. نعم. الموتى يشعرون بمن يزورهم ويفتقدون من ينقطع عن زيارتهم، وما الدليل على ذلك؟ بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فنحن نزورها تمسكا بالسنة، وأما أننا نسأل ماذا وماذا فهذا لا أصل له. يقول: ما توجيهكم في شخص يشكك في صحيح البخاري؟ إيش؟ يشكك في صحيح البخاري. أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل وإما منحرف والعياذ بالله. نعم. الشيخ الذي شك في وضوءه أثناء الصلاة أو بعدها لا يلتفت إلى الشك في الوضوء، ما دام توضأ بيقين فإنه لا يزول بالشك، الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك والحمد لله. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه هل انتقض وضوءه أو لا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. أحد الإخوة بعث بهذا السؤال، يقول: ما حكم من قال لأمه: سامحيني يا أمي، وذلك بعد وفاتها، هل هذا من الشرك الأكبر؟ ليس من الشرك الأكبر، ولكن هذا غير مشروع، لأنه يطلب من الميت أن يسامحه. نعم. الله خيرا. يسأل هذا الأخ عن حكم التهنئة بيوم الجمعة كقولنا جمعة مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب: أكثر من الدعاء، جمعة مباركة، وجزاكم الله خيرا.
هذا مبدأ لنشر البدع، لا أصل للتهنئة بيوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يوما مباركا ويوما عظيما وفيه صلاة الجمعة وفي ساعة الإجابة وفي اجتماع المسلمين وله فضائل كثيرة، لكن نحن نتبع الدليل، فما ورد أنه يهنأ بيوم الجمعة، ولا ورد أنه يطلب كثرة الدعاء فيه، والجوالات أصبحت خادمة للمبتدعة، فعليكم أن تحذروا منها وما ينشر فيها. نعم. سائل يقول: ما كفارة ذنب الزنا؟ جزاك الله خيرا. توبة، توبة إلى الله تجب ما قبلها، يتوب إلى الله ويستر نفسه ويتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. نعم.